2008 يتغير المشهد باستمرار ولا يبقى سوى البحر بملحه وسيولته وغموضه ومزاجيته المتقدمة وحضوره الطاغي وسط الأرض. المحتلين الذين حلوا وولوا أمراء الحرب والطغاة والصليبيين يمتطون خيولهم، يمتطون دباباتهم، يمتطون مقاتلاتهم الـF-16، يمتطون ويركبون دائما تاركين أثار خطاهم وجزءا من تاريخهم، تاركين أثار الدمار والأطلال، تاركين النار والحطام، دوما يرحلون ولا يبقى سوى البحر. حاضر، انا راح اضحي من اجل القضيه، انا راح اجمع واتطلع بعيونك وامسك بايدك، بس الثمن راح يكون اكثر بكثير من كاسة عصير يا روميو. زمانك اطلبي واتمني. بدي عشاء في مطعم لايت هاوس. حاضر، اتفقنا. يلا ممتاز، ما في شيء رح يسعد هالوصيه عليكم اكثر من انكم تروحوا سوا وتحلوا عني. طيب بس خليني اعدل حجابي بسرعه قبل ما اغير رايي. ها طيب يا اختي، انا بقول اذا بدك تضلي قاعده هان لحالك غطي شعراتك اي انت مش قلتي احنا بنقدر نتخيل حالنا في اي مكان ثاني في العالم؟ لا جد غطي شعراتك، ما انت عارفه كيف صاروا يعقدوا الامور هالايام. هاي المراكب رح ترجع وانا كمان رح ارجع. كلام حلو بس كل اللي بسمعه انك مسافر. انا غبيه، فكرت اني رح اقدر اقنعك تضل هان. جمال نفسي ابقى هان بس ما بقدرت اترك حياتي هناك فجاه. رامي انت مش فاهمني، احنا هان في غزه كنا بنودع حد من وضعه كأنها آخر مرة بنشوفه، ما بنقدر نروح نزور حدا ولا حدا بقدر يجي عنا. ليش كل هالتشاؤم؟ تشاؤم؟ يا الله جمانة بطلت قادر أفهمك. بس أنا فهمتك منيح وشفت مثلك كثير. What do you mean؟ مثلك فلسطينيين بجوازات سفر دولية بيجوا على غزة عشان يعيشوا مغامرة شيقة ويتصوروا مع هالفقرة والمساكين ويوعدوهم بأشياء، وبعد هيك بيسافروا وبيرجعوا على حياتهم المريحة، وبين فترة والثانية بيحكوا لأصدقائهم عن معاناة شعبهم. يعني بالاخر صبينا قضيه شيقه للحوار كاوساط الطبقات المفقهه. انت اكيد عم تمزحي. اكيد صار عندك كثير قصص تحكيها لاصحابك على السهره، بس ما تنسى تضيف عليها انه احنا من وجهه نظرك شعب متشائم. ولا شيء يا خالتو، انا هيني جاي اساعدك هالكيت. اخيرا. مرحبا، كيفك؟ طالعه بتجنني. شكرا. معلش اخرت بالرد عليك، عبين ما اقنعت لما انها تروح وتتركنا لحالنا. كنا عارفين قديش هي ما بتطيقني. هي مش ما بتطيقك، بس يعني بتعرف حريصه شويتين. احسن شيء تفضي حالها ليش بتعرف تعملها. تعذيب علي. ايوه انت بدك تقضي كل المكالمه وانت تشكي لي عن لما مشاعرها السلبيه. لا لا انا بدي احكي لك قديش انك طالعه حلوه وهي مس يو. وانا كمان اشتقت لك. سمعت انه في عريس جاي هالاسبوعين. من وين سمعت هالحكي؟ يعني هيك سمعت. وسمعت انه عريس لقطة. رامي شو بتحكي؟ هيك سمعت، وسمعت انه دكتور وسيم وابن عيلة كويسة، يعني بمقاييس الفلسطينيين هيك الأفضل. لما اسمعي، ما ينفعش هذا الحكي. ما هو شوف علي، ما حدا بيجبرك انك تتجوزيه، اما بتفسخ العرس او بتحدد موعد العرس يعني، او بتفسخ الخطبه، انما تضلك رابطه زمن بالطريقه ما بصير. الله يرضى عليك. ما هو انا عارفه يعني عارفه، صحهم بهدل ولبسوا اي كلام، بس كيف فهمت وانا مش فاهمه؟ اي بمزح، انا رايحه هالكيف بس اخلص شغل مع خالتي في المطبخ. تعرفي؟ والله العظيم عيب عليك. يعني من كثر ما بتأجل المفروض واحد يطلع يستخرج الطاقة الكهربائية من مية الأراجيل. يعني مع كل البنك بنأجله احنا المفروض نضوي فيه الشرق الأوسط كله. شو هتعملي بالنسبة للحلويات؟ يعني لسه مش عارفة، بعدني بفكر، يمكن
كنافة؟ ميبي بكلافا؟ يا ماما يا ماما يا ماما، هذا ثانك جيفينج مش عيد الفطر. حبيبي أنا بمزح، طبعاً رح أعمل لك اللي أنت بتحبه، البامكن باي. أنت بتعرف إنه في غزة ما في ثانكس جيفينج ولا بامكن باي ولا كرانبيري صوص ولا حتى حبيبي الأساسيات؟ دخيل الله، حتى ما في عندهم لا كهرباء ولا مية. هل تسمح إسرائيل لحبهم أن يبحر ويلمس قلبك؟ هل من تحب تحت الحصار؟ إيمانا أخيرا، مرحبا. طالع كثير بتجنني، لبست وتأنقت خصوصي عشانك، حتى رحت عملت شعري عند الكوافير. الكلاب، الكلاب مش راضيين يدخلوني على غزة. بعرف، كثير تضايقت لما عرفت، بس قلت خلص بخلي شعري زي ما هو، بضلني لابسة، يعني ما شفتني على الطبيعة، بتشوفني على السكايب. يا ماما، يا ماما أنا ما بقدر أظل قاعد أتفرج يا ماما، يا ماما أنت عارفة، أنا تعلمت كيف أنقذ الناس، بعدين أنا رايح من خلال أصعد الأنفاق يا ماما على غزة. يا ماما أنا محتاج دعواتك يا ماما. خليني أحط لك شوية أكل. لا يا ماما لا، هذه مش فكرة كويسة. بتعرف الأنفاق ما فيها حمامات، ونصحونا نخلي معدتنا فاضية وخفيفة، وبلاش السوائل كثير. أنا لازم أروح. رامي، الرحلة راح تكون صعبة كثير، القصف عشوائي وما بيرحم. ليش يا حلو؟ صرنا نص الليل، بدك السنة الجديدة. هابي نيو يير علي. اسماءهم على شفتاي. هذه المرة لم توقف نبضات قلوبهم التي تدق في صدري. عاشوا وأنا أتنفس. ولا بد أن أعترف، في كل مرة تسقط قنبلة أريد إجابات. ماذا أصابت؟ أي شارع فجروا؟ أي حي دمروا؟ حياة من سرقوا؟ عالما بذنبي أهمس في صلاتي، يا رب ألا يكون أحدا أعرفه، يا رب ألا يكون أحدا أحبه. بدي أعيش وأخلف وأجيب أولاد وأملأ كل هالبيت بصوتهم وضحكاتهم. بس لما أنت لسه مش متأكدة من ناحية علي. كل شي صار أوضح هلا، وعلي راجل طيب وبحبني ومستعد يهد جبال بس عشان يشوفني أضحك. ما راح أستنى قصة حب خيالية يمكن تصير ويمكن ما تصير، يمكن بكرة يجي صاروخ علينا كلنا ونموت. يعني أنا محظوظ إني قدرت أخذك، راح أحاول إني أبسطك على قد ما أقدر. جاهزة؟ أنا ما بعمل يكون جاهزة أكثر اليوم يا عمي، أنا محظوظة كثير إنك تصير معي. سيتغير المشهد مرة أخرى، وسيبقى البحر، وسيروي رنين أمواجه